بقول لك ايه، مرات المدير بتاعنا الظاهر بقى بتتوحم على بط، فهنوقف على الطريق بس في واحد بص قدامك بلاش كلام، خد منه البط وتعالى على الاوتيل على طول، ما انت كده كده جاي، انت معاك حد يا جماعه؟ ما ينفعش يا جماعه، انا معايا الفنان مودي عنده شغل دلوقتي، ما ينفعش حد يعني نترفد انا وانت عشان انت تبقى مبسوط؟ ما ينفعش، انت هترفدني انا من شغل انا كده، راجل معايا اهو على الطريق وجايبه من مصر. معلش استاذنه بس، استاذنه بس كده بعد اذنك. معلش يا استاذ بس عشان انا ما اترفدش من شغل، انا اخد بس الامانه دي نوصلها لاصحابها. خدها يا عم لصه بس خلصني اعمل معروف. لا 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 الله. ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم، انت هتفضل نايم طول الطريق ولا ايه؟ هتقضيها نوم طول الطريق في ارتنا بقى؟ يوه على الشغلانه الغريبه. حرام عليك يا عم، يوه على الشغلانه الغريبه يا عم، هتموتنا عامل الزنه. شفت دي؟ شفت السواقه دي؟ لا شفت لا 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 شفت لا كده غلط. شفت لا لا يا عم، انت يا عم العربيه تلبس فينا من ورا يا رايس. امسك نفسك امسك نفسك يا تخ، امسك نفسك يا عم. هي مرجحه ولا ايه؟ اهو شاور لينا اهو. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. الله يخليك يا شعبان. ايه يا عم ايه يا عم ده ايه ده؟ لا مؤاخذه بقى. ايه ايه يا عم ايه يا عم الامانه الكبيره دي؟ يا عم امانه ايه يا عم؟ الهدوم هتبوظ. لا مش هجري حاجه يا عم شعبان، انا بتصرف. معقوله كده؟ هات هات يا عم زكريا، هات يا عم زكريا. لما بيقول لك البط ده حساس خلي بالك منه، اوعى يعرق. ها اوعى يعرق. طب اديله القفص وسيبها في الشنطه من ورا. معلش يا شعبوله، او انا قاعد في التكييف بس الله يخليك عشان البط ما ياخدش برد. يا عم ياخد برد وما ياخد برد ولا يتنيل يعني نموت. ما ينفعش يا عم يا عم شعبولة، يعني ده طير اخرس هنعمل فيه ايه؟ معلش يا شعبولة. لا عم انت كمان يا هيسا. عامل ايه استاذ حبيبي يا هيسا؟ استاذ شعبان النجم اهو يا هيسا. الله يخليك. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ عايز اخش بس كده يا عم. خش كده فين؟ بعد اذنك بس تحكي بقى لك شويه. احنا في سوق ثلاثة ولا ايه؟ معلش بس يا شعبولة احنا على الطريق سفر. يا عم اتكل على الله يا عم. ايه يا عم انت اتكل على الله. شوف لك عربيه كارو. حب المعزه تحبك. حب المعزه تحبك. يا عم بس خلاص يا عم اتكل على الله يا عم. نركبه بس معانا على الطريق، حرام يجي له ضربه شمس يا شعبولة. معلش اركب يا عم. يلا تاخد شويه كده يا كابتن، تاخد شويه تاخد شويه. اقعد جنب القفص، تاخد اقعد جنب القفص. في ايه يا استاذ؟ اقعد جنب القفص. نجم النجوم يا استاذ فرحان قوي، انت الكابتن معايا وحافظ جميع اغانيك. معلش يا عم شعبان الله يخليك، خالتي بس على الطريق واقفه هناك اهي. معلش يا عم شعبان، خدمه انسانيه. احنا في عبود هنا ولا ايه؟ معلش يا عم شعبان، انت سايق معانا كلها. دخلتك وحشه. معلش يا عم شعبان. يا خالتي اركبي اركبي يا خالتي. تعالى يا عم شعبان معلش. افتح لها هيصة، افتح لها هيصة. معلش عدي يا عم شعبان. سلام تركات. ازيك يا خالتي؟ عدي يا ولدي. عامل ايه؟ عديها بس. طب شيل القفص ده ورا. لا وهي تعدي ورا. عامل ايه؟ الحمد لله عدي ورا خالتي. معلش هتضايقوك. حبيبي يا ابني حبيبي عيب كده يا شعبوله. احنا في زفة عروسه ولا ايه؟ معلش يا شعبوله انت عارف حبيبي كان نجم. البط اخباره ايه؟ الحمد لله خالتي. اوعى يكون برد ولا حاجه ولا خد هوا. لا ما تخافيش يا خالتي مظبطه يا خالتي. ما تخافيش. عيب عليك يا استاذ. لا عيب عليك. هو نايم من ساعه ما جينا. اصحى يا ابني حبيبي يا شعبوله. كل المعده دي للمدير والبط ده للمدير. لا لا البط بس بتاع المدير، انما المعزه ديت بتاعت بتاعتنا مودينها هنا عشان دي نادر. لا لله اقول للمدير انا على المعزه دي. لا 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 انا عارف ايه اللي جابني، ايه اللي ركبني معاك، انا مش عارف. احنا مبسوطين بيك يا شعب اقول لك.
حبيبي يا شعبولة جامد. انت هتكلمون انا؟ لا لا يا شعبولة، احنا عايزين نشوف شغلنا يا عم. معلش يا شعبولة الله يخليك، بس انا عايز احترم نفسك. ما تجيبش سيره لحد يا شعبولة، يرفضيني من الشغل الله يخليك. وربنا يقول المدير على المعزه دي وربنا. معلش يا عم شعبان، معلش يا عم شعبان، عشان خاطر طلع ايدك. يلا طلع، يلا طلع ايدك. مش هطلع ايدي. معلش يا عم شعبان عشان العربيات. تص بقى في اي حاجه، تص. معلش عشان خاطر بس اي حاجه احسن. للمعزه تموت ولا حاجه؟ تموت بقى في 60 دقيقه. لا ايه الا الله. وبعدين انت مش خايف على المعزه يا استاذ؟ والنبي سمعنا حاجة يا برنس. ما تحكمناش. هو النبي سمعنا حاجة. سافر سافر الأستاذ، سافر الأستاذ. وكمان بيك يا استاذ بتحب واحد يجيب بط واحد يجيب ارانب واحد يجيب احنا في السوق. شعبولة معلش يا شعبولة والنبي هاخد اخت الله يخليك بتجيب حاجه من هنا الله يبارك لك. ايه ايه يا مناديه؟ ايه يا مناديه؟ يا مناديه يا مناديه يا مناديه. ازيك يا مناديه؟ تعالي تعالي اركبي اركبي. تعالي يا مناديه. استاذ شعبان هو اللي بيغني يا منادية. البط عامل ايه يا اخويا وانتوا جيتوا بالسلامة؟ الحمد لله على السلامة يا اخويا. ازيك يا استاذ شعبان؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. الناس اهي الناس. كابر كابر يا منادية بعد اذنك عديها بس. يا منادية ربنا يخليك. ازيك يا حبيبي؟ ورا اوعي بس الاستاذ يعدي. الاستاذ يعدي كابر ورا. ربنا يديك تعالى. يا شعبولة يا غالي حاجة بتحترم نفسك. منور يا سيدي يا استاذ. خلاص يا شعبان، خلاص يا شعبان. ايه ايه بس بقى، بس عيب الاستاذ ما تضايقوش. عادي بقى نسيت. عادي بقى احنا زين بقى. بس خلاص شعبان والله احنا بنحب. بقول لك ايه ده انا بحبك يا شعبان. لا يا استاذ خليك معانا يا شعبان. بحبك معانا يا شعبان. اقعد بس هو هترفي ده. انا هترفي الشنطه بتاعتي. ايه يا استاذ الشنطه رئيس الرئيس. اقعد يلا اقعد يلا. وهنا لو اتسالنا الشنطه. يا استاذ شعبان حبيبي ازيك؟ منور الدنيا يا باشا. ايه ده الشنطه؟ انا حاطط شنطه. عينك ايه يا عم؟ انا ما اعرفش الواحد ده ابنك خد فيهم ايه. ده اقعد بقى. بص بس